الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الجنة، قال الله عز وجل في حق الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في الجنة بإذن الله تعالى ستشعر بتفاهة ذلك الهم الذي استولى على قلبك في الدنيا. وعندما تقف عند باب قصرك وتنظر لمساحته الهائلة وأنواره المشعة، حينها تعلم يقينا أن الدنيا لا تساوي شيئا. وحين تسمع: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، تطمئن حينئذ أن كل الوجوه التي تراها في الجنة لن تفجع بمغادرتها في يوم من الأيام. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في الجنة لن تقع عينك على بائس ومهموم، ولن تجلس في مجلس غيبة وبهتان. في الجنة كل القلوب بيضاء. في الجنة لا توجع على الذكريات الراحلة، الأحزان والهموم والأوجاع كلها ستنساها في أول دقيقة في الجنة. الجنة دار الله، الجنة دار السلام. إنها الحب الذي بخلت به الدنيا، والفرح الذي لا تتسع له الأرض. في الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات وموت الملل وموت التعب وموت اليأس وموت الموت، موت الموت في الجنة. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ليتنا ندرك أكثر أن الجنة هي وحدها وطن الأشياء الحقيقية. في الجنة لن نبكي، في الجنة لن نبكي، في الجنة لن نحزن، وفي الجنة لن نغار، وفي الجنة لا حقد ولا حسد، وفي الجنة لا شوق، وفي الجنة لا انتظار، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ناموا وأنتم تخططون لأعمال تدخلكم الجنة حتى إذا حال بينكم وبين عملها ظروفا هي أقوى منكم يكون قد كتب لكم أجر نيتكم وفزتم بذلك فوزا عظيما نحن لسنا السكان الأصليين لهذا الكوكب كوكب الأرض، بل نحن ننتمي إلى الجنة حيث كان أبونا يسكن في البداية، لكننا نزلنا هنا مؤقتا لكي نؤدي اختبارا قصيرا ثم نرجع بسرعة فحاول أن تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين التي ستعود إلى وطننا الواسع الجميل، ولا تضيع وقتك إن كنت مشتاقا لها شوق الغريب رؤية الأوطان فاعمل لجنات النعيم وطيبها. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فعلى المسلم وقد عرف صفة الجنة وما أعد الله للمتقين فيها، عليه أن يجتهد لنيلها بالعمل الصالح وترك المنكرات. ولا ريب أن من يضيع الجنة ونعيمها هو خاسر هالك، فهي جائزة الله لعباده، فمن أدركها أدرك كل شيء، ومن فاتته خسر كل شيء فحاول أن تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين التي ستعود إلى وطننا الجميل، ولا تضيع وقتك قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين جعل الله وإياكم وجميع المسلمين من سكانها يا رب العالمين اللهم اجعلني والحاضرين والسامعين والغائبين وجميع المسلمين في الدنيا مهتدين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام محفوظين ومن المعاصي هاربين وعلى الطاعة واقفين وبالشهادة ناطقين وفي القبر مؤنسين وعند السؤال ثابتين وعلى الصراط جائزين وفي الآخرة مرحومين وفي الحشر آمنين وفي الميزان راجعين ومن الحوض شاربين وفي الجنة خالدين وفي الفردوس نازلين وفي العليين ساكنين ولوجهك يا رب ناظرين ولوجهك يا رب ناظرين اللهم ارزقنا أجمل ما في الجنة رؤيتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.